الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. حين كتر قاعدة أفرتنا إذا اجتمع الصبا والغرور والمباشرة قدمت المباشرة لصابت هي مباشرة وكل ما المباشرة الله أرمرنا أمثلة وحوين كشيغني مسائل كالو لغا استثنوذين واجرا وبابك لغا الرابي هذا الرأي كصاب سنا علماء قاركو دو يعني شرطي صوابي كالقاضي فقاد بدن كود شرطي غاية صابتا كواركي ميس استلاحا وعاصي استعمالي تشريع الجنائي غاية ساس وعبرية يساقنا ذو وحمركا يعني نقول أو عيدك صورهري مسألة نوع عاصمركا مشيقين مركا علماء قاركو دو يعني وحياله وشرطي يكون مقا عابي صاب اسكذا مقا عابي سانواجر ساب بعيدي ساب قريب كردي غيسا مركا على كل حال صابتا هي مباشرة هدي كل مان وحال قديمة يا سيد أصل كمباشرة أي لقديمة يا وحق ضمانك يا قاندوغا لغو قديمة يا لغو هرمرين يا مثال لغاية سنوضاء مركا صابت الله هرمريانا واجران إلا ذا الله هرمرين يا مباشرة لغو هرمرين يا ضمانك يا وحال ميت كان وحوي وعلى ذي مؤثرة أحيد حكم كمركا ساميني سي أما كان سني سي مباشرة ويا سيدا ساودت بلغو هرمرين أما حكم كوا وقدر وين شبذين يه ما دام هو أقرب كيها يوك كلا وقدر وياه درتيد أي اللوج هرمري سداس يضع باللوج قدم السجى مسائل لقيت سنو ذا كلا مسائل شاسو حكم ذا عضو مرك النف وبابا وقصب قصة ما هي أمرك وبابا أي شخص كلا مرك سيا يدنا وحول الجورع روح كلا مرك السجى ما قرنين وحنين وبابا يا أملاين ملك جيسين وياه يسقوا لي هاي ساسو فيلي ضمانك وحلو لي هاي كان متسبب كفعل كسببي كاسا ضمانك لقولي يهي روحا مركي يساقا مباشر كا مركا وحوي يساقو فعل كي باشرة يلقو كدي يساقا مركا وح ضمانا لقمال شرطنا وحا وإنا نقرن إنن إنو حولان إبابيهن وإنا نقرن إن هدو قرن إن إبابيهن ما نقون إيسو مذو عذر دار مركي يساقا كويلي يساقا يا مركا لقدم إيا مسألك الله بعد ويدنا لغايس سنونا يا وحوي روح بو مركا يعني دابدو كلو كيريستي ودنا وحول علابتا سان كيريستي نادي قادو علابتي او كيريستي نو قادو ايو علاب كلا كوسو دخدري روحينا كما ورهينو وخ كلا اينو كوسو دخدري دنا مركا دابدي مركو انتي لا ساراي انتي او كيريستي انتي كلا زياده ايده او هوستا كغا دراي دابدي وابا كودمتا ضمانك وحسارين روحا مركا يساقا مستأجر كا كريستي أي سارين يهي يضو يساقو مركا متسبب يهي أي هدنا ضمانك يساقا لغهر مرين أي صورك كلاو حكم إذا مركا لغا يستثنون أي حدو مركا أفتوى ذو مذي إهل فتوى واهي أي شيء لبابي أي أفتوى ذي نواكو خطأي فتوى دي سي ضمانك وحاو سارين يهي كيف فتوى ذي أي سارين يضو متسبب يهي كان كارنا مركي يسقى مباشر ياي أتنا متسبب كالقه الرئيسين يا ضمانك وحانا مركا صار وري إنه النبي صلى الله عليه وسلم مركا وري من أفتي بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه كيه بسيمال أنت إذا لوفت واضح يعني دم بقيسو حسارين يهي كي أفت واضح أي سارين يهي يعني الدارمي إيا غير كباسوري وأنا حديث صحيحة من أفتي بغير ثبت أما من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه دم بيسوح أو سارنيه كأفت وضي أي سارنيه مركه الشيخ تلمام يوح أو خق إذا كأفت وانا يا وين أهل ويا هاي فتوضة أو حق لي هاي إنه مركه فتوضة أدان فتو حق ولا هين أو جاهل إسكيا يدد أو إسكفت وضي حالك نوع سواح ضمان لي إذا ما سار أي مركه إذا دين صابتنا وحي تاي روح مصطفتي قابة تقصير ليمي ومركي يساق يساقو خقابي نفتي سين واحتياض وصمايو وعيد أهل الفتوى وعلمي مركي يساق أهلا إنو فتوى ويديو يساق إياه خقابي وانا هلي كاري لها مدامه تقصير كي مركي يساقو سمايي يعني وحا يسكن قونا يساقو نفتي سكو تعدي على نفسها جنة براقشو مركي سيدا ساودت ضمانك مركي يساق مصار رانيو روحي فتواضي يعني مسارانا يا أيو النقرية رافعنا وحاو قصونا ذي والمسألة ذا بحث بحاو قصونا ذي
oo isagu markaa niqaashay qowlkaas sida loo kala farqinayo oo markuu fatwa u heliyay oo ku qabtay damaanka inuu isaga saaran yahay arrinkina itilaaf wax la baabiinayo oo ku saabsan yahay hadii aanu ehelu lahayn wax damaan la yiraahdo inaanu saaray qaar kalena waxay yiraahdeen baajarhaasi oranaya waxa markaa isaga muuqatay in la kala markaa saaro mustaftigi jahilka ahaa mustaftigi garanayay yani markaa aan cidda cilmiga la iyo cidda kale kala garanay iyo mustaftigi ka jaahilka ah aan kala garanayn labada in la kala saara haboon marka hadduu jaahilka yaho xaalkiisa aanu garanayn uu mufti moodayay yacni uu sidaas markaa moodayay inuu ehel fatwa u yahay buu u haystay yacni isagu xaaladaas mar kastaba waa inuu qaanaba haddii laakiin markaa uu caalim yacni markaa uu yahay oo bimacnaa uu garanayay cilmi kaluu leeyahay laga tilmaami maaye ruuxan muftigi inuu jaahil yahay hadduu markaa garanayay oo aanu ehel fatwada u ahayn xaalka noocaas ah yacni ma qaandhabayo waayo marka isaga ayaa taqsiirka sameeyey marka taasi hadday tahay baxsiga raafic uu masalada ku baxsiyey iyadu waa taasu markaa wadhoo bimacnaa waxa weeye waan kuu sheegay ama markaa ba'si kuma sugna haddayna sidaas ahayna waa baxsi kale oo masalada loo sii idaafaynayo lagu sii darayo jaraasigu masalada qaarkooda ay yacni sidaa u tilmaameen iyada qudheedana waa tacqiibiyayo waxa wadhi laakiin sida muuqata waxa weeye inuu markaa baxsiga raafici masalada inuu sidaa ka duwan yahay waxaana laga yaabaa inuu yahay masaladii dabiibkii inuu ka markaa qiyaas qaadanayo raafici dabiibkii inuu ka qiyaas qaadanayo oo imika masalada qolada hore waxay yidhaahdeen xaaladda uu fatwo u ehelka u yahay oo uu khataa damaankii isagu saaran yahay laakiin xaaladaanu markaa fatwo ehel u ahayn yacni wax damaan la yidhaahda ma saara marka waxa weeye siday u dhowdahay baxsiga raafici inuu yahay waa inuu masaladii dabiibka ka qiyaas qaato yacni masaladii dabiibkana waxaa ku saarootay man tadabab walam yuclam minhu tibun qabla dalika fahuwa daaminun xadiidka sunanka qaarkood soo wariyeen ee markaa saxiixa ah waxa uu tilmaamayaa ka tibbi iyo wax daaweyn isku kallifa walam yuclam minhu tibun qabla dalika wax marka isagaa farsamada ku saabsan iyo cilmi dhakhtarnimana aan hore loogu aqoonin fahuwa daaminun isaga ayaa markaa qaandhabaya yacni hadduu ku gefo marka isaga xanaamo markaa yacni uu darar keensado yacni isaga ayaa markaa qaandhabay man tadabab walam yuclam minhu tibun qabla dalika fahuwa daaminun ibnu lqayim aljawziyana markaa xadiidkaas waa ku dheeraadaa kitaabkiisa la yidhaahdo atibu nabawi waxaanu tilmaamaa marka isagaa shuruudo badan ayuu dabiibka u tilmaamaa ilaa labaatan umuurood haddaynay ku oofsamayn mutadabib buu noqonayaa damaankuna waa ka imanayaa buu markaa uu yidhi umuuraha uu tilmaamayaana waa umuuro marka isaga aad iyo aad u badan ay markaa weeyaan cidday markaa ku oofsantaana ayba iska yar tahay waa naadir ba yacni markaa iska tahay dhif iyo naadir marka wuxuu tilmaamayaa labaatankaas umuurood haddii aynay ku oofsamin yacni inuu markaa uu yahay mutadabibkii inuu yahay aanu dabiibkii ahayn damaankuna marka isagaa uu ka imanayo wixii marka isagaa darar ah ee marka isagaa tibigiisa ka dhasha falyuraajac wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay ka digtoonow buu yidhi markaa inaad ku gefto iftaaga aad wax fatwoonayso taasna iska ilaali buu bimacnaa si aanad u gudagelin xadiidka markaa tilmaamaya ruuxa marka isaga yacni ku fatwoonaya cilmi la-aanteed inuu markaa uu yahay ruux lumay dadkana luminaya si aanad xadiidkaa u gudagelin waa inaad fatwada iska ilaalisaa yacni cilmi la-aan inaad ku fatwooto ama shay aanad hubsan aad ku fatwooto walow markaa cilmiba aad lahaatide xadiidka saxiixaynku waxa uu tilmaamayaa yacni ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min alcibaad wa fii lafdin min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xataa idaa lam yubqi caaliman wa fii lafdin xataa idaa lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin وفي رواية للبخاري فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا مركا وحو حديثك تلماما يا علم قصيدة وكتغا إن ايتهاي علماء دي إن ايدنتان أو إلهي علماء دي قبطو علماء دي مركا ايدنتان تدكو وحي مركا مالح كياشان يعني وحو يقار وحما قرطو جهالة أي مقام في علماء دي لدكيا دباد نوال لسؤالة أو مركا لسؤالة ما عموسان وافت وضان cilmi la-aanteed bay ku fatwoodaan riwaayada bukhaarina waxay tilmaamaysaa fa aftaw bira'yihim ra'yigood iyo siday la tahay bay dabad ku fatwoodaan maxaa dabad ka dhasha fadalluu waa lumaan iyagu
وأضلوا ذاتكنا واهبا بيان وواللوا ميان وحديث كاسوا صحيحين كتشرانا وحاوينوت الماميا يعني وحاوية خطرت إلى ذهي ذاتك مركا إساقا جهالة وحما قرطة إن مركا لغدكتو يعني مضح إن لغدكتو يعني خطرت إلى ذهي وخاصة وحمرك إساقا الدين إيا الدعوة إيا كتا علقة إن مضح النقدان يعني خطرت إلى ذهي يسلي أصابي كرتو الضلال إيا مركا إساقا بادي يعني معناها النوع عصا أي مركا حديث كاسين وقبر روتشينية عقلوا قصوا سيد حافظ ابن حجر بات المامي إن رياسة حقيقية أي تهي يعني مركا علمي إن أي تهي إيا فتوى إن أي سيدة سيادة أتهي أي مركا تلمامي وعكر لسور يعين النبي يقول صلى الله عليه وسلم أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار لكن حديث كاسي وضعيف سيدة مركا إساوحا مركا صاحب الحاشية بأو إشاري والدارمي بسوريي يعني عن عبد الله بن أبي جعفر مرسلا أيك سوريي أو حوي وحديث مرسلة مرسل كنا وحو كمدياي من قسم الضعيف أي مركا كمدياي علماء قاركو ذوك هذا لي عبد الله بن أبي جعفر لفتي ستوثيقي سواد شران لكن وحوي يسيد مركا إساق يعني راجحة علماء مركا يبدنيهين عبد الله بن أبي جعفر وإنو ثقيه ويان وحمرك إساق حد تضعيفين ليرادو إمام أحمد تضعيفيين أرنكاسي مصقنا وحمرك يعني غاية وحا إمام أحمد كسقنا وإنو يري ليس به بأس وحدباتيكو مصقنا يعني مركا تاسبا وغبضا لكن رينكا سوى لين يعني مركا تاسي وحسوغا معها هديبا يسوغناتنا حق فربضا او اكابر ايا توثيقي مركا وحي نقول اسا جرح مجمل هي توثيق مركا وحوي انا اسعاردين معتبر مركا وحي نقول اسا وحوي يقدم التوثيق المعتبر على الجرح المبهم اما على الجرح المركا اسا وحن مركا مجمل جرح مرك إسقى مجمل كا وحلاجور مرنا يا توثيق مرك إسقى معتبر كا بلقى قديم يا ولا جهر مرنا يا مرك سيدا ساود على كل حال سيدا كلا وحوي شدة ومسونا حديثك لكن ومرسل مرسل كنا ومن قسم الضعيف وحيثما السبب والمباشرة قرتي الصابطة هي مرك إسقى مباشرة أي وحيثما يجتمع السبب والمباشرة قرتي الصابطة هي مباشرة أي كل مان يجتمع أي كل من فقد لمن الآخرة مركا ذنبه المرء مباشرة كذلك الغرور معها جعل سيدا سوكالي مركا أهاتي الغرور مركا دقيتان ومعها مركا إسلا مباشرة وهلس جعل والا يالي يعني مركا مباشرة كذلك مذكورك لصوش شغين إلا متهي يعني كذلك أي مثل ذلك بالغا يالي واستثنية أشياء بالغا استثنوا ذي فيما نقل سيدي لصوري وهذه غرورك هي مركا إساقا مباشرة كل ما نصدى هوري لميتو مباشرة اللهم مرنية كما إذا غصب شاطا وصدى هدو مركا بوبو يعني مركا شاطا نفاري أو بوبي وهو أمر وحو أمري شخصا شخصي بوحو أمري بذبحيها قورع على قورع أيو ولم يدري مقرا شخصي وقال غرارة دقيتانك مركا إساقا مقرا فالغاصب مركا إساقا كوح بوبي الضمان مركا إساقا قاندوغو يستقر وسقنانيا عليه كوركيسو كسقنانيا بالقطع إذا يغر يعني وقت مركا إساقا ووح مركا دقايو أيا مركا وكسقنان أيا يعني ضمانكو بالقطع أما بالقطع حال أي تاي مركا مسألة ملتبسة بالقطع مذ قطع كلهان وبمعنى أن خلاف لهين اللي جزمين أيو كذا إذا سلم ساسو كليها تيادين لديبو زائد شيء كبضا شيء قدر زيادة أبا لديبي على مستأجر يعني شيء مركا إساوحا مركا إلا قادوه إيجار مركا يعني لو سميه بمعنى وحوي شيء لو كريي أي مركا إسا لو ديبي يعني روحي مركا إسا قال لغا كريستي وح أي روحي مركا إسا وحن مركا شقضا لو كريستي جيركاها أي مركا لو ديبي ساقو شيء قاسي زيادة كي شيء مركا إسا قال لغا كريستي إنو قاضه لحمله قادستا وقاضه يانا مركا إسا قال لو كريستي وفحمل وح مركا إسا قال وقادسيي وكلف إنه قادم مؤجر كي وح كريستي يعني شخصي مركا أو كريستي أجير كأهب يعني مركا يسقى يعني حمل جيسا يقادستي سايو كلف يعني قدر كي زيادة كهانا يدي وهلسو زيادة سو جهيله مركا يسقى وكجاهل نقضوا عنه يسقوا وقين وح كلو زيادين يوهلسو
فتلفت مركز أي مركز إسقى يعني باب أضي بمعنى وحاء يعني دا بدي لسار يجيب مركز إسقى المركز دي مطية موحية لسوق قاعدة ضمينها وحقا نبيا مستأجر كي وحك رئيسي باقا نبيا كما ثبت سيدة سقناطي وحيثما أفتاه بالإتلاف وحيثما قرك استو أفتاه غفت وضا بالإتلاف مركز إسقى باب إنت شيء قال بابي أهل مدي أهل وعاي للفتوى أبو أهل وياي فأخطأت بيتنا وخطاي فالضمان مركز إسقى نبيا وفي ومد مركاكو يعني كامل ودميسرا على الذي كي كوركيس مركيس حال مركا حالو كسوغن يهي أفتا مركيس قافتوضي بلا خفاي قرصوني مثلا سي قرصون تا إلا أنت فأحذر مركا كدكتونو من الخطأ قفك في الإفتاي فتوضك أدوح فتوونيسو يعني قفك أدكو قفيسو كدكتونو ويضمر واقان دبيا الإمام باقان دبيا حيثما أمر قولك استو أمره يعني ظلما يعني أي بظلم مركز إسراح المركز ظلم أوكو أمره لجاهل روح عن قرن ينبو مركز إسراح المركز أو أمره يعني بقتل إن صدر يعني دلبو أمره يعني مركز إن صدر هدو سفره تلك سو ظلما أي بظلم مركز إسراح ظلم كلهان وحيثما وقف قولك استو مركز إسراح وقفيه أو مركز يعني وقف أدغو ضيعة مال مركز وحن مركز ضيعة بمعنى مال عقار ومجورانة على قوم مركز قال أيكو وقفي وفبانت وحي مركز وحن مركز صباح ضيعة بمعنى النقطي مستحقة مركز مثل متيستين إتاي حال إتاي مركز مثل متيستي أي مركز عداتي فلا يضمن قاند بما إلا واقف للغلة يعني ما قاند بيه إلا واقف مذ وقفي مويان للغلة أي الغلة غلظة مركز إسقابي معنى فائدة دي يعني فائدة ذا يعني كي وحي شيء من فعدي سو كي وقفي أيم بمركز قاندبية من فعدي كذا عظيم مركز إسقابي قاندبية وتم نظم الأربعين جملة وتم مركز إسقاب المركز وارد ماتي نظم الأربعين أربعين مركز إسقاب ما أفرت مركز إسقاب إلا نظميه وأفرت قاعدة لا تحه أي دماتي جملة يعني مركا أي في جملة يضأك الصغن أما جملة حاليتاي مركا إسقا جميعة مذ مركا يعني دن مركا حاليتاي أفرت كاسي وحاو هل كان ينقلت الماما يا مسائشة كلا لغاية سنونة يا وحكم إذا دو إمامك أمره شخصي إن مركا لديلو شخصي قاسنا مركا إسقا ظلم بالغو ديليي عيد مركا وامر يين الروح كجاهل ان ظلم الود لا يؤها امامك امرك وامري بو سميه و خا ويسري شيغان مركا اسغا وا شي بنان روحنا مركا اسا وا شي شرعيه ايا لو ديليا سداس يدا ويسي جلاد كي با ديد مركا اسغا ديلي اما كي مركا اسا وا قصاصه يعني اما ديلك فولينيه اي اسكرتي ايا مركا اسغا ارينكي مركا فوليساي او ديشاي مناي غران ان ظلم الود لايو هذا أي قرن أيان إن ظلم لغو دلائيو ضمان كيغا أيا لغو هرمرين أيا أو لغو قدم أيا لكن مر هدين أي قرن إن ظلم لغو دلائيو حالك متصبب كأو إمام كأبا مركا إساقا ضمان كلغو ليه عوكلا ينوت الماما أيا وقف با مركا إساقا روح با مركا إساقا مال يعني مقوران وكلا أيو وقفاي دبدنا وحاول من فعادك الصباح إساء أيو عيد مركا معين أيو كو وقفاي عيد بوكو وقفاي من فعادي سيدي مركي إسقال له انتفاع سنة يا مركي دنبا وحال له قادي الشيقا إني تاي يعني حول عدك للاذا هاي إني تاي وإنك آنو لهاي مبا أي مركي إسقال له قادي مركا وحوية من فعادي وحا مركا قان دبيا ضدكي مركا عني مركي إسقال حاني وقف كايسك عني يعني ما قان دبيا وحا عنتين لك علي اللعران ماي وحي لغا استعمالي أما لغا انتفاعي وحا قان دبيا الروحي مركا وقفي أي مركا قان دبيا أو متصبب كمسألة ذا سنة مركا إساقا لغوهر مرينيا مركا سيدا سيادة أبي مركا تاسنته قال أحمد محمد زرقا رحمه الله تنبيه إنما يجب الضمان على المباشر وحده دون المتصبب إذا كان السبب لا يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشرة كحفر البئر فإنه بانفراده لا يجب التلف ما لم يوجد الدفع ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع أما إذا كان الصواب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشرة كالسوق مع الركوب فإن المباشر والمتصبب يشتركان حينئذ في ضمان ما تتلفه الدابة
waxa mas'alu baraarujinaya mas'alada uu baraarujinayaana waxay tahay halka aynu nidhi damaanku waxa uu saaran yahay mubaashirka oo keliya oo mutasabbibka masaara oo waxa lagu hormarinayaa damaanka mubaashirka oo isagaa marka isagaa qaandhabaya mutasabbibkuna la qaybsani maayo oo isagu marka la qaybsan maayo waxay ku saabsan tahay waa haddii waxa weeye sababtu aynay ahayn mid keensanaysa itilaafka iyo shayga baabi'intiisa haddiise mubaasharadii ay ka gaarto keligeed ay noqoto waa haddayna keensanayn marka isaxan markaa wax markaa halaaka ama marka isagaa talaf iyo baaba'a waa haddayna iskeed u keensanayn gaarnimadeed laakiin hadday sababtu haddii aan mubaasharadu raacin lafteedu ay talaf keensan lahayd hadday caynkaa tahay raacifa israacaan oo sababtiiyo mubaasharadu isu yimaadaan ka dhalan mayso in damaanka markaa mubaasharadii lagu gaar yeele ila sababtiibaba itilaafka sideeda u keensan lahayd haddaan mubaashara raacina xaalkaa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo damaanka waa loo qaybinaya oo labadooda marka isagaa qaantii dhex taallaayo yacni markaa ay qaybsanaya ama ida kaana asababu yacmalu fi litilaafi ida infarada can lilmubaasharati kasawqi maca arukuubi faina almubaashira walmutasabiba yashtarikaani xiinaidi fii damaani maa tutlifu daaba lianna asaaiqa wain kaana mutasabiba waalraakiba wain kaana mubaashira faina asababa haa huna wahuwa asawqu yacmalu fi litilaafi ida infarada can irukuubi fayadmanaani bisawiya raddu lmuxtaar min jinaayati lbahiima bimacna baabu jinaayati lbahiima شرح القواعد الفقهية صفحة أفر بقول يسدادي أفرتان يعني أحمد محمد زرقا وحاو تلماميا حالك الصابت أي إسكيد أكنسن لهايد يذان مباشرة راعن وحضمان يعني أي كنسن لهايد وحي النقون إيسا هدي صابتنا أي راعضي مباشرة إسراعان وإسوئي مادان إن متسبب كي مباشر كي اللوقي بيو بالسوية وضمانك ليلة ذا اللبدي انه اسكوى ضبحية مثالا انه اتسالي مثلا سوى حوي وامرك اساقى الدابد روحنا او دبضة كاكا حين ايو يهي مرك اساقى حال مرك او سائق اما بهو قانكو هيا روحك لنا مرك اساقى الراكب ويانا وافوشنية روحنا واكا حين ايو مرك ايضا مرك اساقى حال مرك الدابد دي مرك روحنا سارن يهي روحنا مرك اساقى كوكا حين ايو ايا وحوي وحا مرك كدلتي inay cid jiidhay ayaa markaa ka dhalata kan sare ee saarani marka isagaa waa xukumi karaya oo waxa weeye marka isagaa isaga ayaa marka isagaa jarihii marka isaga waxaan markaa haysta kan kalena dabadu uga kaxaynaya oo haddii marka isagaa yacni ay ku beegan tahay yacni cid ay ku beegantao kale waa ka duwi karaa marka xaaladaas hadday ayna israacin mid weliba gaarnimadeeday u keensan lahay damaan oo daabadda haddii la saaran yahay iyo haddii marka isagaa la kaxaynayo yacni mid waliba damaan bay keensan lahayd waxay geysatay in ruuxa lagu leeyahay marka ay caynka iyadaa too labadii israaceen waxay noqonaysaa in damaanka loo qaybiyo oo la yidhaahdo labadooduba waa wada leeyihiin si isku midanay u qaandhabayaan waa loo kala barayaa mid waliba barbuu iska bixinaya masalada noocaasana waxa uu ku markaa baraarujiyey yacni sababta iyo mubaasharada markuu ka waramayey ayuu sharxu lqawaacid alfiqhiya axmed maxamed azarqa uu ku baraarujiyey marka afartankii qaacide ee hore halkaas iyada ayay markaa ku dhanyin halkaas ayay markaa ku dhanyin marka masalada ku saabsan fatwada iyo marka isaga in laga digtoonaado in lagu khato masaladaas waxa weeye oo aada looga hubsado salafku waxay ahaayeen aada iyo aada mid markaa yacni taxari u sameeyo aada isaga hubsado ayay ahaayeen waxaana jirtay inay waxa weeye qaarkood ay markaa waxa weeye cid kale u tilmaami jireen masalada si ciddaa kale uga jawaabto oo hadday ajar leedahay iyo hadday dembi leedahayba iyagu marka isaga ay qaataan saasay uga warwareegi jireen waxaana la soo naqliyay sida daarimigiiba ku sugan ayaa nin taabiciya wuxuu ihi 120 saxaabi baan soo gaadhay buu ihi 120-ka marka su-aal la weydiiyo mid waliba waxa uu jeclaysan jiray ka kale inuu ka fatwoodo oo isagu ka nabadgalo sidaas iyada ayuu mid waliba yacni jeclaysan jiray xusuusta inoo tilmaamayso oo markaa ishaaraysa in waxa weeye cilmi la-aanteed ama waxaan cilmi loo lahayn inaan lagu fatwoonna waa badan tahay waxaa ka mida wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun muxaramaadkii qacigaahabaa lagu tiriyey
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مركا وحوية محرمات كالنص كاللقطة الصريحيين حاران تايو حكم ذا إن إلهي لقش يضوحا علم لورهي ها ها تمرك إسا أسماد إسا إيا صفات كيسا إيا مركا إسا وحان اعتقادك إن لقش يضوحا علم لورهي يعني علم العلم بالله ها ها تو أما علم العلم بأمر الله ها تو أحكام تمرك الشريعة وعن علم لورهي إن لقش يضوحي يا ديتا إلى إذا تدي سياس مادي سياسفات كيسا وعن علم لولا إن لا شيء غمد ولا بوحي كمتا محرماتك وعكلوا إلى إلى ولا تقف ما ليس لك به علم وعكلوا إلى إلى فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون وضدك وحلو قيبي عد مركي سقى علم لي عدا لهين عد علم قال مركي سقى حلو حلو واجبي إن وحي قرن يان أي شيغان بلقوا واجبي وحان مركي سقى واجب كودو ياي إن أي كتشوابان هذه مركي سقى للسؤال وان علمي قال هاي ان مركي سقى واجب كود وحوي ان عقلي يا وحك لا استعمال انا ما مركي سقى حنا ويلا دو حوان بحثين يا اسقى ان علمي لا ان ما هي وان مركي سقى اهل علمي مركا وسؤاله او يغا مركي سقى فتوى ويديو وي نبي قلنا وحول صلى الله عليه وسلم هل لا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال حديث كاسنا لا طريق بولاي هاي مركا قدرك كصاب سن مركي سقى حنا مركا فتوى ومساله كصاب سن وحوي ومركي إذا قدر صحيح أهل العلم يقاركودنا وي صحيحيا نموا تحسينيا شيخ الألباني بان أكمل رحمه الله مركا وحوية أدي لبضاً بيسيلا سيادة إساقال هذا هي مركا التغليد آدي هذا يوات كيين باع علماء المركي إساقال جرته مثل هذا النوع عصايات كيين أي مركا جرته ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب مركا وحوية إن يعني ربي لقش يضوه اللي يلاده يعني شيء إلى أي واحد على يدان دليل الله هين أما واحد أنت لما يدان دليل الله هين إن كذلنا يصفترى إلى هاي لقب أنا بورنا يا أي الله ينوش يا جاي مركوا حوية دم بجنا وإن جي حديث كورنا الشجني من أفتي من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى أو بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتى بغير علم لفظ أنا ولا سوري يعني علم الآن عدي لقوفة واضح عده مركه اسغا او غفط وتاي ايا دنبيغهد مركه اسغا او سارن يحي مسالهاس مركه اسغا اهل علمي اداب تفطوه اي شروط اي لاد هي بيسغا هذلان ادي في كتب اصول الفقه اي تاي يا اداب مركه اسغا فتاوه كتب تدارك لو الفي حداي تاي يا اداي كتب احاديث مركه اسغا يعني باب علمي مركه كا ورميان حداي تاي ميد كستبه وا كغا هذلان واديات اي مركه اسغا مسالهاس او ورمان حالك أفتوار يعني وين يتعي مركي سجى حال يعني أفارغ البال يهاي ويسجى عريسان ومركي سجى يعني خاطر كيس مشغول يهاي إنه وحكومة سدينا وهاي أي إنه فتواضه يسجى أما عريسان أما مركا خاطر كيس مشغول سين يهينا أين مركا وهاي أو حوى يحال مركا وياي عادي وياي ومركي سجى وح أشغالي أين يجرين وين يتعي حالك مركي سجى فتوار يا وين يسلاس نقطة ويضمن وقان دبيا الإمام إمام كاقان دبيا حيثما أمر قرط أمره بقتل بو أمره يعني مركا وحوية ظلما قتل قاس ومركا إساقاي بظلم مركا إساقا ظلم كدعي إن سذر واتو قتل قفلو مركا إساقا أولا فليو ومركا إساقا لقفلو يعدو يليها لديلو أي مركا إساقا لديلي وحانو أمره مركا إساقا حيث أمر قرط أمره لجاهلين أي جاهلا مرك إسقى جاهل بو أمري أمر مفعول كذي أي مرك إسقى يعني جاهل كمرك النقنية لم كن وإسك مزيدا وهي الزيادة أم بمرك إسقى مفعول كلا إسقى قري حيثما أمر قرط أمر مرك إسقى إمام كل جاهل جاهلا بو أمري يعني بقتل دل بو أمري تلك سو ظلما أي بظلم ظلم كل عاية إن سذر وهدو دل كفره أي قان دبيا وهدو أمرو أن دل كلا فرنين لوران ما يقانتي اسكبحي اغورتا قانتو ايمانيسا واغورتا دلكي لفليه وي روح مركه يسا وحن مركه لامريين روح كجاهل وان غرانين دلكن انو ظلمي ياهي واينو ياهي وحيثما وقف غورتو مركه يسا وقفيو ضيعه مركه يسا يعني ضيعه اي وقفيه بمعنى ضيعه لو حل يا دلك عقارك مغورانك ضيعه يا ضيعنا وحلو يري ادو قفكو كتغو وا لوميا marka waxa weeyaa duqafku ka tago lumitaanka u lumayaa dayaca iyo dayaac iyo loogu magacaabay marka dayacada markii isaga dhulka maguuraanka aba la yiraada
وقفضني واتي مركي سقى حبسي قايد وباب الوقف أوقاف مركي سوى حال مركي أوقاف تلقوا جمعين شري يعني تسوي مركي وقف مرنا وحي نقطة بمعنى وحوي قام واستاغي مرنا وحي نقطة وقف بمعنى حبصي نقطة مركي وقف ومركي سقى قام لمعناه وحي مركي تهي ومركي لازم وي متعد معها وقف بمعنى مركي سقى يعني حبصاهنا متعدي ويان اللازم معها وقفوهم أي وحبسوهم بمعنى هذو النقنيسة وقفوهم حبسا وتباب الوقف وكلوي وقفادي مركي ساحن مركا وحوي قام لمعنى أهي ما هو يتاسي واللازم وحيثما وقف قورك استو حبسه أو وقفه ضيعة المركي ساحن يعني دلب وقفي ميل مركا مقورانا أي وقفي سيدة بير إيا وحلمدا على قوم قالوا قوة قفاي سيدة طلبة العلم أما علماء قوة قفاي وفضانت وحي مركي سقا عزاتي مستحقة حالي تاي مركا مدلا متيستي وعدك لين إليه ذايبا اللوغادي فلا يضمن قاند بما إيو منافع دي انتفاعي دي وحي لقعوني إلا واقف للغلة أي لا واقف الغلة مفعول كي مركا غلاها أي وحي لقلي مركي سقا لا مزيدة أي لقلي مركا وحوية يعني غلظة مركا يساق حناما منفعدة كي وقفي أو كلية أي مركا يساق قاندبي إلا واقف للغلة أي الغلة غلظة مركا يساق أما منفعدة كي وقفي أيوم با مركا يساق قاندبي وتم وادا ماضي نظم الأربعين أفرطا إني مركا يساق تحودي أياد ماضي يعني جملة أي قاعدة حالي مركا يساق قاعدة أما جملة حالي مركي سقح جميعا مركي سقامد لما يصدر المركاء تهي أي المركاء دماتي الباب الثالث باب كصدحات في القواعد المختلف فيها قاعدين كليسكو خلافتين يهي بيكو السوغان تهي باب كصدحات وكو السوغان يهي ولا يطلق الترجيح ترجيحنا عن لا إطلاقين لاختلاف إسخلافك وترجيح إسخلاف في الفروع فرعية وكو كالدوانان أيو درتيد عن لا إطلاقين ترجيحا وهي 29 قاعدة ولا باتن قاعدة وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد وهي القواعد التي فيها اختلف والقول في ترجيحها لم يأتلف ولم يسغ إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف والجزم في بعض الفروع ربما في أحد الشقين جاء فعلم لكنه في البعض منها وأنا أشير نحوه لمن تفطنا وقد جعلت كل جنس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها فانحصرت إذن فصول الباب أربعة والشكر للوهابي باب كصدح هذا وحاوك سابسن يهي قاعدوين كليس خلافسن يهي وأن لا إطلاقين ولا سيدين ترجيحا لأرجحا يمتكوذ أن الآن لسيدين لا إطلاقين وأن اللباتن قاعدو وهاك قادب كل 20 اللباتن ومن القواعد قاعدوين ككمد هذا تحقيقها مركي لباتن كامركا حقيق انت لا حقيقيا أما قواعد تحقيق انت لا حقيقيا بمعنى أدلة ذا لغو قرطا من أعظم الفوائد فائدوين كأغوة وين بيكمتاي وهي مركي سقاطني القواعد وقاعدوين كالتي تصوفيا اختلف ليسكو خلافي يعني القول أراه وفي ترجيعها مركي سقارجحات دا مركا متكي لأرجحيا يعني مركا قواعد لأرجحيا أراهذا لقى أرنا يا ترجيح هذا أرجح هذا الأرجح يا لقى أرنا يا لم يأتلف اسم وافق ولم يصغ مركي سلام بنانا إطلاقه إلا إطلاق لسيدا يل الخلف قولك ترجيح إلا إطلاقا يعني مركا ما بنانا الخلف خلافك ليس خلاف في فروعها فرعيال كذا ليس خلاف في درتي يا وعدم التألف يا إن مركي سلام سوافق يعني مركا فروع ذو وأنسكو جيس كل يراجح نقرين آودي والجزم جزم انت لا جزمين ايو اولا قوينو في بعض الفروع فرعية قاركو لا جزمين ايا جاء وايمي افعل من يعني مركا قراء يقول لكنه واسعها في البعض منها يعني بركم اذا ايوكو سابسن يهي ترجيحات وانا اشير نحوه ان اغنوا تلمام يا حقي سايان تلمام يا ابو لمن تفطن وحنو تلمام يا عد افير يا رطي وقد جعلت وعنك يا لكل جنس جنس كسطة ومنها كم اذا يعني قواعد في ضمن فصل فصل لحديما كيالا
ولا يزيد عنها أن مركز كبضنا إنه كزيادة يرى ينفصل كاس فانحصرت واكوبنتي إذن وقت قاس بفصول الباب باب كفصل يالكيسو واكوبنتي أربعة أي في أربعة أفر قديد بيكو كوبنتي ومن باب نزع الخافض وحكى له بنان إنسي دو مركا يعني مطني غبا كتال للو دايو ليا أربعة أي هي أربعة والشكر مركز شكر نقنا للوهاب إلهي الداقدة بضناي مركز قاد وحب حنشري أي مركز أصغنا ذي الكنا وحينوت الماما يا باب ضمبي وحوية قواعد يعني مركز ليسو خلاف سنيا ومذهب تلفت يسو خلاف سنتهاي وفروع ذا مركز لقاء أي خلاف يسو ترجيح لك الارجح أي أي باب كان مركز وقصاف سنيا صنع وحوي مركز إسقاط لباتن قاعدة وقري مركز كتاب كالأشباه والنظائر أو سدى سأود مركز إسقاط كنا وقصوا عرورين أيو يضو مركز إسقاط مركز أي كوب كوبان تاي أي سوء عرورين أيو مسايشة سنوحة مركز يعني أيهين وقاعدو ينفروع دو مركز كل اسم إسا مركز اللي يقو قارب بسيبا اللي أرجح لبدا الطرف قاعدة دو لاذاي أي طرف بمرك يسقى فروع ذقار بالارجحية فروع ذقارنا مرك يسقى وحل ارجحية يعني مركاسي فروع ذكلا مرك يسقى قاعدة سوق ذكلا يسنسي كدوان سيدا مرك فرعية ذا الارجحية أي أيضا الارجحية مرك وحوية قاعدة دي مرك وحي النقون يسا إنا يكوك لدوان سي على حسب الفروع ما على حسب الأبواب إنا يبابك كأما فرعية ذا يكوك لدوان سي أو وحوية مرك مدبقيت الارجحية خلاف كنو مذهبتك السجن يهي سلاس يذاوية إن لا إطلاق ولا يلاد مسألة سلاس مركا يسقى الراجحين يعني مركا مصورة قالها يعني مركا مصورة قالها إن وحوية لا أرجحوا ولا يلاد مركا يسقى مسألة باب كان مركا مقاعدة سلاس الراجحة الله إطلاقا مركا يسقى مدعكت أنا وحانت المام يابو مركا يسقى ولي مسائشة سان مركا كو إشارة يفروع لا مركا يسقى حان مركا ينكوت المام ياب سلاس يذا أي مركاويل وحورنا يا مركا إسقى شارح الجرهزي وأنا كثر من المصنفين مثل هذا تاسوك للمصنفين تامع لماذا كتبت قرطة ويبضت إن إسلا استعمالان وأنا يلهدا وظاهر كلامهم عدم كراهته لأنه ليس بجواب ولا قرينة تدل فيه على كبر ونحوه يعني مركا ظاهر كهذا الكودنا وحوي وإن أنكراها كسقنين بالشرط وهدي عيني جوابا هين قرينك تصنيسا كبر يوحلم دين مركا عيني جرين يهدي وحوي مركا يعني جوابتها او مركا يعني قرائن تو مركا حوغا اسير الصريسين يوحلم دين لقدر يميو تنو عاسي وحوي ومذموم اما ومكروه او حيطا يميد لقشي عن يعيوية تبقى قاركو ذو اما علماء قاركو ذو يلي وحوي انا الا استعمال مباها واجران لكن إطلاق إذا ماها عجيزك استيذان كان وحلو الديني ومرك إساوحا مركا مقصد كله غدا لها مرك إساوحا ويدين تلا ويدين يولا لها كما قراعي أيام كحسلين أنا أو حوية وح معرفة وكحس شيء أما وحي كرنتي إيان تحصل الحاصل بإسكاهي كقراعي كان مرك إساوحا إنو يهي والقرني الباب كقراعي إنو إساوحا يهي والقرني لكن إساوحا كو يهي بألقشاهي لهايو أن لقرنينين كي لدونا يين لعديه كوياي أيانو إسعدينين سلا سأودد أي وحي نقطي مرك إسلامي مكروها أي نقطي مشايخ ذقاركونا وحي لادين يعني مرك آفدو جبي جدوا وحي مرك إسلا أكتر لا مرك إسلا أنا عندي بي مرك أكتر لا بي لادي سلا سأودد مرك إسلا يعني قارونيو فرعونيو إبليسيو أنا ضعي عندي بي مرك إسلا وحي كوها لأكثر من مرك إسلا إتها سلا سأودد حق عذابته إنه آد مركي إسقى طالب العلم وغطى حفظه إسقى إلى ليه أنا إيا عندي يعني إنه آد إسقى إلى ليه مشايخ ذا قاركوت في عم بي مركي إلى ذي إبليس وحاول أنا خير منه يعني أيو يري وحانو مركا يعني أهي يعني إنه هلاك سماء أيو النغطي أو حوي أريق النوع عاصى تكبر يا إسلويني إسسرايسين أيو مركا أولها إبليس وحاول أنا خير منه يعني مركا فرعون وحاول يري أنا ربكم الأعلى بوري يعني مركا وحوية لبضو مركا يسقى أنا دا سال لقصوك لي بيجادي يعني قارون عندي با لقصوك لي بيجادي إنما أوتيتو على علم عندي مركا على كل حال مركا يسقى آدابت وحكم إذا
inuu marka yani si badan marka isaga ilaaliyo anaada iyo cindiye isaga ilaaliyo waxa jakeen satay mooyaan aanu si kale u isticmaali dadka laftooduna waa karaayeystaan qofku haduu marka ku celceliyo anaa caynka iriya anaa sidaas iyo anaa marka anaadaasi haday soo noqoto dadka laftooda marka isaga waxaan waxay ka tahay arrinkaasi makruub bay agtooda marka ka tahay marka waxa uu tilmaamayaa sheekhu jinsigan marka isaga waxaan marka waxaan ka yeelay yacni labaatankii qaacido shan baan isugu daray shantii kastaba waxaan ka yeelay marka isaga waxaan marka fasal gaara baan ka yeelay yacni shantii kastaba fasal gaara baan ka yeelay marka afar fasal ayay dabadeedna noqotay buu shukriguna ilaaha wahaabkee marka isaga waxsiinta iyo deeqda badan ayaa marka waxa weeye shukriguna u sugnaatay shukriguna waxa uu ku fasiray marka sheekhu jarhazigu wahuwa ibdaau mukaafaatin suuriyatin min alcabdi calaa nicami mawlaah waa mukaafao marka isagaa suuriya oo marka qaabka yacni muuqaalka laga eego mukaafao iyo marka isaga waxaan marka abaalgudis oo kale ayay u eg tahay xagga suurada iyo muuqaalkay marka uga eg tahay uu marka mukaafaa ka samaynayo nicmooyinkii ilaahay yacni marka uu mukaafaa ka samaynayo bimacnaa waxa uhi wahada sarfu kaanahu mukaafaatun litilka nicami fi suura yani ayuu yani faadaanigu odhanaya wailaa fa fi lxaqiiqati nicamuhu tacaala laa tadkhulu taxta xasrin yacni waxa weeye haddii aynay sidaas ahayn oo loodhan suur ahaanba ay sidaa u eg tahay xaqiiqa ahaan nicmooyinka ilaahay wax koobmayaba ma aha oo wax koobmi karayaba yacni maba aha ilaahay waxa uhi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay hadday sidaadaan tiriya ma koobi karaysaan baa layidhi faannaa lilcabdi an yasrifa jamiicaha ilaa maa khuliqa liajlih inuu nicmooyinka dhammaanteed wixii loo abuuray u sarfiyo siduu addoonku u awoodi kara walidaa qaala tacaala waqaliilun min cibaadiya ashakuur imaam marka yacni shaafici baa waxa uu yidhi yacni nicmada uu qofka ilaahay siiyo shukriga uu ka shukri naqayo laftiisa iyo xamdinaqa uu ka xamdi naqayo waxa uu ku gudan karaa iyadoo ilaahay marka isaga haddana nicmo labaad siiyo nicmadaasoo tawfiiq ah markaasuu yidhi alxamdu lilaahi aladii laa tu-addaa shukru nicmatin yacni min nicamihi ilaa binicmatin minhu yacni marka waxa weeye ilaahay waxa marka mahadle ilaaha marka isagaa nicmo xaggiisa ka ahaatay in loo mahadnaqa aynay suurtoobi karin nicmo kale oo uu ilaahay siiyo oo yacni marka uu ku deeqo mooyaane si kale in waxa weeye uu ugu mahadnaqaa ilaahay ma suuragal ah laakiin nicmada shukri wuxuu kala iman karaa marka nicmo kale ilaahay uu siiyo nicmadaas oo tawfiiq ah macnaha noocaasee imaamu shaafici uu tilmaamay yacni marka shaacir baa ka cabiray marka isagaa laba beyt ku tilmaamay oo waxa uu yihi idaa kaana shukrii nicmat allaahi nicmatan lahu calaya fii mitliha yajibu shukru famataa buluuqu shukri ilaa bifadlihi wain daalat alayaamu watasala alcumru waxa uu yidhi waxa weeye hadduu yahay shukrigaan u shukri naqayo nicmooyinka ilaahay aan uga shukri naqaya laftiisuba hadduu nicmo yahay oo shukri naqibaaba nicmo xagga ilaahay ka timi yacni marka ah idaa kaana shukri nicmat allaahi nicmat lahu calaya fii mitliha yajibu shukru haddii shukriga nicmada ilaahay aan ka shukri naqaya laftiisu uu nicmo yahay oo laftiisu mudan oo ay ka waajibayso in laga sii shukri naqo shukri naqaa laga sii shukri naqayaana uu yahay nicmo kale uu yahay oo isaguna ay tahay in laga sii shukri naqo oo caynkaaba ay tahay famataa buluuqu shukri ilaa bifadlihi bal goor maa la gaadhi karaa in shukri rabbi loo shukri naqo sidee loo gaadhi karaa iyadoo fadliga ilaahay yacni marka ay ku lamaan tahay mooyaaneo ilaahay galladiisi iyo nicmadiisii iyaday ku weheliso mooyaane siday u dhici kartaaba inaad rabbi u shukri naqdo yacni rabbi inaad u shukri naqdaa ma dhici karto yacni ilaahay fadligiisa mooye si kale inaad ugu shukri naqdaa ma jirto wain daalat alayaamu watasala alcumru walow maalmuhu markaa ha dheeraadaan cimriguna marka isa waxaan markaa ha xidhiidhee oo markaa ha daayme oo waqti dheer ha noqdee yacni in laga shukri naqaa ma suuragal aha haddii waxa weeye yacni markaa ilaahay aanu tawfiiq kugu nicmaynin nicmo ilaahay ku siiyey kama shukri naqaysid oo inaad ka shukri naqdaa ma suuragal ah sidaas awadeed ayaa markaa culammada qaarkood waxay ku fasireen inuu waxa weeye shukrigu risq yahay qowluhu tacaala bay ku fasireen watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun watajcaluuna waxaa ka yeelaysaa risqakum shukrakum shukrigiinaa ka yeelaysa
علماء قاركود يري من باب حذف المضاف واجرتا يري شكر رزقكم يعني أيال لو تشيدا لكن علماء قار وحي كفصرين أنا انفر يا ابن عباس لفتي سنة إلا قصوا النقلية يعني وحي يدادين رزقكم رزق وحلوغة تشيدا مضاف إلا قدروا وحبالو غما باهنه شكري لفتي سابا رزقه شكري نقى ربي الله شكري نقى يلفتي سابا رزقه هو رزق يا النعمة وتجعلون رزقكم أي شكركم شكر جيني وحكي ليسان إلى وارزقه وارزق مركي إساقا روح ذي قلبي أصق ناضي وحكي ليسان مركي إساقا أنكم تكذبوا وهاك قادبوا لعشرين اللباتن قادوا اللباتن كاسوا من القواعد قاعدوا إنك كم إذا تحقيقها حقيقة انت الله حقيقة الله أقوان صدا مركي إساقا قواعد داس من أعظم الفوائد فايدوا إنك أقوى وين بكمتها وهي مركي إساقا قواعدني القواعد التي وقواعدتي فيها اختلف الله يسكو خلافا والقول والحال القول مركي إساقا أراهد في ترجيحها أرجحات قواعد لا أرجحها مركي إساقا يعني لغي الاهدى لم يأتلف عن إسوافق قول لغي الاهدى أرجحات مركي إساقا قواعد طرف الأرجحية آن مركي إساقا مركي إسوافق ولم يسوق عن صائغ نقون وبنانان إطلاقه إلا إطلاق مركي إساقا يعني قول كمركة ترجيحة للخلف خلاف لا يسوق خلافي درتين في فروعها مركي إساقا فرعيال كذا لا يسوق خلافي يو عدم التألف يين مركي إساقا إسوافقين إلا أنت يو عدم التألف التألف وحوية ومركي إساقا مركي إسوافقي بألغت الممي بمعنى فروع ديبان إسوافقين بألغة شيدة والجزم يعني مركا جزمين تلقوين في بعض الفروع فرعية قاركو ذا جزمين ربما بأحد الشقين جاء ربما جاء يمادا لقيا بأحد الشقين اللي وضع تعلمت كو ذوكو يمادا فعلا من مركا إساقا أقو لكنه أي شيء مركا جزم قاسي في البعض منها بعض فروع ذا كم ذو كسو يهي يعني أي كائن في البعض منها بعض فروع ذا كم ذا أي كسو يهي بعض كالي هم مودن يقولون إن سلاس لو أرجحيه ومركا ذرك تفرع يذا قاركو ذو قيس لأرجحيه وقواعدا سوكو ذا قليس اللباطنكا حوقا ذا فرعيادة كلاهن لقوش يقولنا يقولنا مركا إلا يسيدا كلام بذي وحاوة دعكر طيقنا طرف كلاهن لأرجحه لجزميه وأنا أشير وحان إشارة يا نحوه جزميه حقيسا قاركبان مركا تلمامي نحوه أي نحو الجزمي يعني أما نحو الفروعي فرعيادة مركا إساقا حقو ذا تلمامي أما جزميه حقو ذا فرعيادة قار لجزمينا يا إشارة يا لمن تفطان وحانو تلمامي عدي مركا إساقا في ريا لطي أفرصطي وقد جعلت عنك يلي كل جنس جنسي كستو منها يعني كم ذا في ضمن فصل فصل قذيهد بان كيالا ولا يزيد عنها أنو سيادة كيالا لفصل كأنو كبحك فانحصرت واقو منتي إذن وقت قاسب فصول الباب فصل الذي بابكو واقو من أربعة أي في أربعة أفر قذيهد بيكو كوبنتي والشكر الشكر نقنا للوهاب إلهي تأقضى بضنا أي مركة أسوناتي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.